Tranquille, tranquille. On va rigoler. Ça va être intense. Oui, ma gâtée. Zigzag, ah oui. Oui, ma gâtée. Zigzag, bien sûr. Aqua Mission. Fil compagno. Tirana Pro. Tirana Pro. Tirana Pro. Zigzag, ah oui. Zigzag, ah oui. معنا احنا ريغولو توا وي ما قاتي كفو حلوى ترانكيلو كوا باش نحسرو في تركينا ترانكيل ترانكيل وسيما في الماي حازم يمانتي ساني البرو مونس كادري زيكزاقاوي زيكزاقاوي ما فهميش حاجة برفيت أعزائي المشاهدين عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد زيكزاك ليميسون ماجازين اللي باش نلقاو فيها دو بارتي الزيك والزاك. يلا ما نخليكمش تستناو فينا نمشيو ديريكت للسومير زيكزاكاوي زيكزاكاوي. يلا مرحبا هذه السومير. البداية يا سيدي باش تكون مع التونسي اللي ديما يبهرنا بانضباطه في روبورتاج عقلية الصف، وهذا هو الزيك حلقة اليوم. أما في الزاك باش نعملو طلع على قفة التونسي اللي ما عادش خالط لا على مروب ولا على لبلابي واللي ولاو مهدين بالانقراض. هذا كل شيء لليوم وديما نيزيق نيزاق نيزاق. هذا بروغرام الحلقة الأولى من برنامج زيك زاك. يلا تو نمشيو نشوفوا أول ريبورتاج عنا توتسويت عقلية الصف. عمرك شي شفت صف كيما الصف اللي في تونس؟ كأنك واصل وعندك الاكتاف تتكلم شكون يسطب سطلك وتقضي قضيتك، وكأنك تحب تلعبها مواطن صالح ايه يلزمك ساعة وساعتين وثلاثة واربع سوا عندي ساعة. قديش عندك من اللي شد الصفته؟ والله يا ساعة حقيقة خطر جيت نهار السبت وما انه نهار السبت جوني اوفير دونك معبي على الاخر الصف وصل غاديكا عندي نور ياخذ نور ونقعد نستنى تلقيني معبي خليته مخلع يعني 426 وجيت من 8 متاع الصباح. والله يعيط علينا احنا صحيحه مع النمرو لينا انت مع النمرو لينا فماش ما سمعتش انت هكا هنا سمعتش واحد يعيط هكا الدور سمعتش واحد يقول نمرو لفلي دز وادخل فما حتى نمرو حتى نمرو لا سمعتش حتى واحد لا باف اللي يعيط لا حتى شيء فماش انت هكا الصباح الدور سمعتش واحد يعيط شد الصف الاول والثاني ما تمرين شيء انا من 8 وحنا شركه الاتصاليه سيرفيس ننظموا العباد نعطوهم نوامر ونبقوا غادي في الباب فهمتني ونركحوا الامور الكل نتاع الصف ونتاع النظام ونتاع كل شيء حتى نوامر تحسهم بيزار معناها مكتوبين بستيل ومفماش هكا لي تيكي هكا تحسها فهمت والله شفت نهار السبت برشا امراه كبار وكل شيء دونك نساء كبار دونك خليت لهم حكيت معاهم وكل شيء خليت لهم بس يمشي الحقيقه خاطر الناس اللي لعبت الكبير وكل يتبجل قبل الناس كل احنا ما عندناش في تونس هذيك ما عندناش حتى في الترام باش تقعد في الترام راجل كبير ولا مرأة كبيرة طفلة صغيرة تبدا قاعدة وهو باخي يخزروا لها بعينها شباب يخزروا لها بعينها وكل المرأة الكبيرة هذيك تقعد واقفة مرحب لمرأة ماهيش ما عندناش تونس ما عندنا فيها حتى شيء فماش صف باش نقعد نستنى فيه وكل شيء وبطلك حتى على النوامر وكل شيء ما همش قاعدين يعيطوا فهمت انا عامله مجهود ونسال قداش النوامر وكل باش نعرف باش قداش ندخل وقتاش دايوغ دبرت النوامر لقيتهم بوفيه وسكروها مكتب التسجيل وكل شيء فما شكون مد لي خاطر ورا وحفظ فماش صف ما تلقاش الصف كان الثور تلقى كان مصور فماش صف يعطيو بنوات ويقولوا لهم الوقت يجي في الوقت الفلاني كل واحد في وقته تبدا سهله الامور والله انا ما معي ديجيتال نيميريك ما يعاون في النظام وكل شيء خاطر فوضى حقيقه شويه فما عباد نوامرها معناها ماهيش قريبه مازال تبتا شوي ينجموا يبقوا لهنا بحكم ناديو لهم بالنومرو ينجموا يبقوا لهنا يسمعونا كي ناديو لهم فما عباد ما تحبش تشد الصف تحب الفوضى ما يحبوش هو نورمالمون كل واحد بعيد على مترو كل واحد ما بين واحد هما فما عباد تفهم فما عباد ما تفهمكش تحكي مع راجل كبير يقول لك يا خويا راني من الصباح ونخدم فما في كل بلاصه المعارفه تقضي الدنيا الكل عندك معرفه تقضي قضيتك ما عندكش معرفه تقضي في السبيطار في كل بلاصه
في كل بلاصه، حتى كي باش تمشي تخرج ورقه من البلدي، حتى كي باش تمشي لاي بلاصه هي عندك كتاف تقضي امورك، ما عندكش كتاف ما تقضيش. دونك كان هذا الروبورتاج الاول عقلية الصف اللي كان فيه التونسي الحقيقة مهش محترم برشا للصف، والشي هذا ينشوفه فيه في مراكز التلقيح ومراكز البريد والبنوك زادة. لازمنا حل جذري، حلول جذرية لهذا الموضوع. لعقلية الصف في تونس لازم يكون موجودة عملية الرقمنة لتسهيل الخدمات للتوانسة، باش يكونوا مرتاحين أكثر في الصف متاحه وما يكونش فما إشكاليات والحركة اللي نشوفه فيه كل يوم في الصف. رجعنا لكم توا في الدوزيام باختي الزاق، والبداية باش تكون مع فيديو يهزنا الموضوع مهم برشا زادة، لبلبي والمرو في انقراض. مشاهدينا الكرام على السلامة، مرحبا بكم في موعدكم الإخباري اللي تناولوا فيه أهم الأخبار، والبداية تكون بالعناوين. تفاقم الهجرة غير الشرعية على السواحل التونسية من قبل أوروبيين خاصة الإيطاليين. اليوم العالمي للنظافة الجولية ستيفس وسط أجواء احتفالية. صندوق النقد الدولي يشيد بتونس وبدورها الفعال في توازن الاقتصاد العالمي. احتضان الملاعب التونسية لكأس العالم لكرة القدم وسط إعجاب بالتنظيم وجودة الملاعب. الشعب التونسي من أكثر الشعوب سعادة حسب الجمعية العامة للأمم المتحدة. ارتفاع مشط في فارس ضيف مما أدى إلى خسارة المنتخب الوطني ضد الجزائر في كأس العالم. إذن مشاهدينا الكرام، هزيمة شنيعة للمنتخب التونسي أمام نظيره الجزائري بهدف دون مقابل. ولمزيد التفاصيل معنا مباشرة من قطر مراسلنا جمعة الفنوسي. جمعة، هل تسمعني؟ نعم نعم زميلتي، أهلا وسهلا بك. جمعة، كيف هي الأجواء بعد هزيمة المنتخب ومعنويات اللاعبين؟ وهل أن صحيح أن سبب هذا المردود السيء هو ارتفاع سعر البيض؟ إذن نحن الآن متواجدون في قطر بعد هزيمة المنتخب الوطني التونسي، والأجواء حقيقة ليست بمفرحة، حتى أن لاعبين تظهر عليهم علامات الخيبة، وحقيقة طمحوا إلى نيل كأس العرب لكن غياب العظم كان مؤثر الحقيقة. وتحلى الرياضة على القناة العظمية الثانية. إذن جمعة، معك في قطر الناخب الوطني السيد منظر بوريش، أهلا وسهلا سيدي. هل لك أن تفسر لنا سبب هذه الهزيمة غير المتوقعة؟ حبينا نفرحوا الشعب التونسي بالربح، ويظهر لي الولاد ما قصروش، كانوا تغيز ابليكي سيغ تيغا، ترينينا مليح على تكتيك عظمة وباس، لكن بختونا بهدف بالعظمة. شكرا لك زميلي جمعة الفلوسي على هذا التوضيح. إذا مشاهدينا، من الواضح أن غياب الحطاب كان مؤثر للعناصر الوطنية، ولنتعرف على أسباب هذا الغياب نشاهد هذا التقرير. مناسب العظمة يا ودي، المسلسة عاد بن علي الحارب 200 فرنك، حارة العربي ب 400، ما عادش مناسب توقيت الحارة من هنا رمضان، من هنا رمضان توصل 1600 فرنك الحارة. ما عادش موجودين خلاص، ونحن البلاتو معناها تولي تجعل عليه باش تاخذ بلاتو عظم، تجعل عليه باش تاخذ بلاتو عظم. هادي هنا الحارة تعب العظم تكلف لهنا ب 300. زوري مع شيخ، كان الكافتيج نبيعوا فيه كافتيج ب 700 بعاد بن علي ب 700، تو ب 3500 كافتيج. العظم غلي، بلاتو عظم ب 8000 صح، معناها متكلف الحاره فهم ب 1200، بيع باش يتخلخ الكليان، تو تقول له العظمه فهم تسيبليمو عظمه 500 فرنك ما يقبل. ايه لا زلنا في أزمة البيض، سعداء جدا أن نستقبل معنا في الاستوديو المعنية الأولى بهذه الأزمة السيدة بقبوقة. أهلا وسهلا، هل لك أن تصفي لنا شعورك وكيف تلقيت هذا الخبر؟ بقبوقة بقبوقة
أولا شكرا للاستضافة هذه، أنا كبقبقة رئيسة حزب العظم من أهل تونس نحب نعبر على استيائي القبيح للحالة اللي وصلنا لها اليوم. معناها الحقيقة حقيقة برجلية برجلية حالة تعظم بخمسطاش نمية لوين ماشي نقيق، معاش نجمو نسكتو على الوضع هذا خقيق. كان هذا كل ما لدينا في أخبار اليوم، وقبل أن أترككم في أمان الله أود أن أعرض لكم مقطع حصري ولأول مرة في تلفزة تونسية عربية. كيف ما تعرفوا المتجنة بتاعنا عصرية وفيها خيرة الباحثين في العلوم الجينية، وآخر منتوجنا دندوك لوم داند والبوسردوك كوكوريكو بلا 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 دندوك فروج العائلة كوكوريكو فوالا. كان هذا الروبرتاج شفنا فيه كيفاش ارتفاع الاسعار ولات معيشة التونسي اليوم، وفي نفس الاطار حاولنا الاتصال بالوزارة لمزيد التوضيح، وكما كانت فما اجابة ولينا جبنا دجاجة بيضة. ان توكا لازم اجراءات وحلول جذرية للحد من ارتفاع الاسعار للرفق بقفة التونس. كان هذا كل شيء في الحلقة الأولى من زيكزاك، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، خليوا لنا نقدكم واقتراحاتكم المواضيع اللي تحبوا نحكيو فيها. تشاو تشاو باي باي. كاميرا صوتها خايب، صوتها خايب، تتغشش منك راه أوه عظمة الكوليس وعظمة الغس. عدنا حيرين ما بين زوزة سامي، زيكزاك ولا الهربة؟ أما سيبون، أنا اخترنا زيكزاك على خاطر رحبنا بيكم.